المحترف في الدوري الانجليزي بينما كره مغربيه والبدايه السريعه بواتوس يحاول وتسديده العارضه. نعم العارضه تحرم المنتخب المغربي من اول هدف هو القدوري. اكيد نشاهد منتخبات فعلا تتطور بشكل متواصل. خطيره هذه، مادي كارسيلا كان في الانتظار لكن الدفاع يتدخل في نهايه المطاف. كريم الاحمدي لما لعب مع الكاس السوبر الافريقيه في مباشي. هذه كورتك الاولى يا منير يا المحمدي، ما تخوفش هذه الكره. وزيمة نسور قرطاج أمام المنتخب السنغال. مرة جانبية، مرة جانبية ترك المجال. صفر مقابل صفر. الثقة يمكن بدأت مع منتخب الكونغو الديمقراطية. ممكن هذه خطيرة، هذه خطيرة. الكونغولي مشاهدينا الكرام في هذه الاثناء هدف المنتخب الكونغولي جونيور كالونجي. العشرين دقيقة المتبقية على نهاية المواجهة، كرة مغربية تنفذ بسرعة، تقدم من جانب اللاعب السري، تسديدة مطامبي. مطامبي يتصدى للكرة، تبقى مغربية. ديرار يطلب منك يفضل هنا فيصل فاشر على الجهة اليمنى، هذا الخيار لم يكن موفق يا بن عطية. عموما اللي حصل حد الحكم يمنح ركلة حرة لفائدة المنتخب المغربي، والإنذار في هذه الأثناء بالفعل. إنذار في هذه الأثناء. وكرة جانبية من سينفذ هو فيصل فاشر. صمود المنتخب الكونغولي ومحاولة الحفاظ على هذا التقدم بينما سنسجل تغيير في هذه الأثناء في صفوف. إذا تغيير تم بالفعل، كرة مرفوعة، هذه خطيرة. مرة جانبية، مرة جانبية، لأول مرة أشاهد طريقة تنفيذ كرة ثابتة بشكل مميز. هذه فرصة خطيرة. الركنية يا العربي، لرفع هذه الكرة. فرصة، فرصة يا كريم، فرصة يا كريم. مرة جانبية. إذا نهاية المباراة مشاهدينا الكرام تأتي صافرة الحاكم الملقاشي لتوني الريان الأول.